هي الفكرة جات لي أولا، أنا بادئة من 10 سنين، من وأنا في تالتة جامعة. هي الفكرة جات لي إن أنا من وأنا في الجامعة وأنا كنت عايزة أعمل حاجة، يعني أنا عارفة إن أنا ده الكارير اللي أنا عايزة أمشي فيه. وبعدين ابتديت وواحدة واحدة، يعني الموضوع بدأ يكبر. ابتديت أودي، في الأول كان يعني شغالة من البيت من الأوضة بتاعتي، بعد كده أخدت ورشة. كنت بدي الأول مثلا للجاليري واحد، وكنت بتعامل بنزل معارض بس. دلوقتي لا، الحمد لله بتعامل مع كذا جاليري. الأول لما ابتديت كانت كل الشغل بتاعي بإيدي، مفيش أي حاجة طباعة. بس بعد كده لما بقيت بحط في جاليريهات كتير، بقيت طول الوقت محتاجة شغل، محتاجة إن أنا يبقى عندي منتجات أكتر. فاضطريت، او كان لازم ان انا ادخل حاجات تكون مطبوعه. خليت الحاجات الصغيره بقى، اللي هي الكوسترز، الماجنتس، الحاجات اللي هي اللي بتبقى بسيطه، اللي الناس بتحبها او ممكن بتيجي تاخد منها قطع كتير. الديزاينز بتاعتي كلها انا اللي عاملاها، يعني انا الديزاينر، مستوحاها من الثقافه بتاعتنا، وبنفس الالوان، يعني بستخدم الاحمر والاصفر وبستخدم الازرق، كلها حاجات من الثقافة بتاعتنا، يعني سواء قديم أو في الوقت الحالي. يعني أي ديزاين بفكر فيه أنا برسمه من البداية خالص، فبتكون فكرة يعني اوريدي مش اللي هي موجودة، لأن دلوقتي في ناس كتير قوي اللي هو بيروحوا للنجارين، بيبقى اوريدي شكل الصينية جاهز، شكل الـ يعني whatever هم عايزين يعملوا إيه أو ينفذوا إيه، عايزين ممكن يعملوا علبة، عايزين يعملوا whatever، بتبقى اوريدي الحاجة جاهزة، هم بياخدوها ويشتغلوا عليها. انا لا، انا باجي اعمل الحاجه، انا بديزاين كل حاجه من البدايه، يعني لحد الاخر، من اول الديزاين الحاجه اللي هشتغل عليها لحد الديزاين نفسه، يعني بتاع الرسمه اللي هحطها عليه. الاسعار بتاعتي بتبتدي يعني من اول، انا عندي حاجات من اول 30 جنيه و25 جنيه، دي الحاجات الصغيره قوي، اللي هي بتبقى الحاجات اللي بتبقى ممكن تبقى كوستر او ممكن ماجنت للتلاجة، الحاجات البرودكت السيمبل قوي. وعندي حاجات ممكن بقى المجز من اول 200، الحاجات اللي بتعلق على الحيطه من اول 180 200 300 يعني، وهكذا. في فرق كبير قوي يعني بين ان انا اشتغل على حاجه خشب وان انا اشتغل على حاجه بورسلين. كل ماتيريال ليها الخامات بتاعتها، البورسلين ليه الوانه الخاصه بيه، الخشب ليه الالوان برضو الخاصه بيه. البورسلين خامه ناعمه جدا، بتحتاج ان انا اعمل لها طبقات كتير، وبياخد وقت طويل في ان هو ينشف. الخشب لا، بيكون عكس كده، ممكن طبقه واحده بس بتكفي او ممكن طبقتين بتكفي. البورسلين ممكن احط له تاني طبقتين ثلاثه، ده اقل حاجه، ممكن يبقى يعوز اكتر من كده. الوان البورسلين كتير بيسالوني ازاي نحافظ عليها، او بيكونوا خايفين ان الالوان تطلع مع الغسيل. الالوان ما بتطلعش، بتخش المايكرويف عادي جدا، بس انا مش بنصح بالديش واشر او غساله الاطباق، لان في ناس ممكن يحطوه ويعلوا درجه الحراره قوي، يعني انا مش بنصح بيها، لان انا بحس ان الديش واشر اصلا يعني حتى اوريدي لو حاجه اصلا برينتد، مع الوقت ممكن تخلي اللون يروح. الصعوبات اللي بلاقيها في شغلي هي طبعا الماتيريالز بتبقى موجوده يوم او يوم لا، لان انا بستخدم حاجات كتير مستورده من بره. فيعني الفتره اللي فاتت كان في الاستيراد، كان لفتره كده كان متاثر شويه، ده كان الحاجات اوريدي ما كنتش بلاقيها خالص، وكان في ديزاينز الناس بتطلبها مني بيبقى ليها الوان معينه انا مش لاقياها، فما كنتش يعني كنت بعتذر عنها. فالماتيريالز اوريدي يعني بتبقى صعبه ان احنا نجيبها، بلس كمان التسويق طبعا، يعني التسويق هو بياخد جزء كبير جدا من الشغل، ويعني مش سهل في مصر. انا بحب كل الحاجات اللي انا بشتغلها، بس هو البورسلين الناس بتحبه اكتر، يعني لان الوانه مبهجه اكتر، بلس ان مش موجود كتير بالطريقه اللي انا بشتغل بيها. كمان هو يعني لما حد بيشرب في مج او بيشرب في فنجان، بيبقى شكله حلو وديزاين حلو، بيحس كده بسعاده. فالناس لما بتيجي بنزل معارض والناس بتيجي تاخد الحاجه مني، بجد بتبقى مبسوطه، يعني الناس بتبقى فرحانه وهي بتاخد الحاجه.